الخطوة الأولى هناخد المقاسات، بعد كده هنجيب 4 قطع كرتون بمقاس الطول زائد تلت العرض اللي هو عندي حوالي 20 سنتي. هناخد تلت العرض ده اللي هو 20 سنتي ونتنيهم، وبعد كده هنبتدي نلزق قطع الكرتون في بعض بالغرة. هناخدها قاعدة، اي حاجة هنلزقها بالغرة يا اما نلزق عليها تاني سوليتيب يا اما نحط فوقها حاجة تقيلة عشان الغرة تثبت. هنفضل نلزق بالغرة بحيث ان احنا نعمل ال4 قطع كرتون دول شكل مستطيل بالشكل ده. هنجيب 4 قطع كرتون بطول الرف اللي احنا عايزينه ونلزق كل 2 على بعض بالشكل ده. دي اول واحدة، نعمل واحدة كمان زيها وبعدين نبتدي نلزقهم بالشكل ده علشان هم القطعتين دول اللي هنرفع عليهم الرف بتاعنا. دلوقتي هنعمل الرف، هنجيب قصائص الكرتون ونبتدي نلزقها بالشكل ده، ومبدئيا هنعمل رفين ونسيبهم على جنب علشان هنحتاجهم في الاخر. هناخد الرف بتاعنا ونرفعه فوق القطعتين اللي احنا لسه عاملينها، وهنلزق الرف ده بالشمع من جوه ومن الجوانب ومن تحت ومن كل مكان كده، انا لزقته بالشمع. ونكمل باقي الارفف بنفس الطريقة. بعد كده هنجيب قصائص كرتون ونقفل الرف من قدام بالشكل ده، وبرضو هنعمل الرفين اللي قلت لكم هنسيبهم على جنب برضو هنقفلهم. هنجيب بقى قصائص كرتون برضو نلزق 3 في بعض، وبرضو نعمل عليهم بالسوليتات من الجوانب علشان الغيرة تثبت، ونعمل كمان واحدة بنفس الشكل. هنيجي على القطعة بتاعتنا من الجنب ونلزق عليها القطعتين اللي احنا لسه عاملينهم، ونجيب قصايص جرايد ونبتدي نلزقها بالغيرها على القطعه بتاعتنا. وده الشكل النهائي بعد ما لزقنا عليها قصايص الجرايد. هندهن القطعه بتاعتنا بالشكل اللي احنا عايزينه، وهنعمل كمان واحده زيها نحطها في الجنب التاني، وبعد كده هنحط الرفين اللي احنا عملناهم في النص. ده شكل القطعة بعد ما رصيت فيها هدوم بنتي. طبعا انا عاملة فيها الوان كتير نظرا لانه دولاب اطفال. فيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.